بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 180. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. هذا سائل يقول: الشيخ أرجو أن تفسر الآية وتقف معها، قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، أي أن الإحرام بالحج ينعقد في هذه المدة التي هي الأشهر المعلومات. الأشهر المعلومات هي شهر شوال، شهر ذي القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجة. فمن أحرم بالحج في أي وقت من هذه المدة انعقد إحرامه بالحج. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أيضا في فقرة له: كيف تكون الصلاة في السفر إلى الحج، وهل تجمع الصلوات، وهل تصلى قصرا؟ الصلاة في السفر إلى الحج كالصلاة في سائر الأسفار، من الأسفار أسفار الطاعة والأسفار المباحة. الله جل وعلا أباح للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، وأباح له عند الحاجة أن يجمع، بل إنه سبحانه وتعالى يستحب من عباده أن يترخصوا في السفر بقصر الصلاة والإفطار في شهر رمضان والقضاء من أيام أخرى، رحمة منه بعباده، تخفيفا عليهم، سواء كان السفر على وسيلة سريعة كالطائرات والسيارات والمراكب في البحر، أو كان السفر على وسيلة بطيئة، لأن الله سبحانه عمم الرخصة للمسافرين. والسفر لا شك أنه مظنة المشقة، مهما كانت وسائل الراحة فيه فإنه مظنة المشقة، ولهذا جاء في الأثر: السفر قطعة من العذاب. نعم. أحسن الله إليكم. شيخ صالح، في آخر أسئلة السائل يقول: أيهما أفضل، عشر ذي الحجة أو العشر الأخيرة من رمضان؟ ذكر العلماء أن ليالي العشر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأما الأيام فأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر في رمضان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: يا فضيلة الشيخ، ما المراد بهذه الصلاة وما هي تفسيرها؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا فيه شرف هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، صلت عليه الملائكة، وأمر الله المؤمنين أن يصلوا عليه ويسلموا تسليما. والصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الاستغفار، الصلاة من الملائكة هي الاستغفار له، والصلاة من بني آدم هي أيضا الدعاء له صلى الله عليه وسلم، من الآدميين الدعاء، الصلاة من الآدميين دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه أم ركان تذكر الشيخ صالح وتقول بأن عليها قضاء من رمضان سبعة أيام، وتريد أن تصوم هذه الأيام إذا دخلت العشر بنية فضل هذه الأيام. المبادرة بالقضاء تفريغ الذمة من أيام رمضان أولى من تأخيرها إلى أيام فاضلة، المبادرة أفضل، وتفريغ الذمة من الواجب أفضل من التأخير. نعم. هذا السائل أبو عبد الله يذكر فضيلة الشيخ بأنه يرغب في بناء مسجد لوالده، ولكن يريد أن يشرك فيه العمة والخالة في هذا المسجد بنية
الثواب لأن ليس لهم أولاد ويقول هم بحاجة إلى هذا العمل. لا بأس بذلك، فضل الله واسع. فإذا بنى هذا المسجد على أنه يصل ثوابه إلى من يريد من والديه ومن أقاربه ومن إخوانه المسلمين، ففضل الله واسع. نعم. أحسن الله إليكم. السائل أبو عمار يقول أرغب في السفر للعلاج مع أختي المصابة بالمرض الخطير، وقد قرر الأطباء لهذه الرحلة ما يقارب من 6 أشهر، فأريد أن أصلي أجمع وأقصر أخذا بإحدى الفتاوى. لا، ما دمت تقيم في أثناء السفر أكثر من 4 أيام إنه يجب عليك صلاة الحاضر، إتمام الصلاة وأداء كل صلاة في وقتها، لأن السفر قد انقطع الإقامة التي تزيد على 4 أيام إذا كنت تعلم ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل يوجد ونحن نريد الحج هذه السنة بعض الإحرامات، إحدى هذه الإحرام على شكل وزرة، وأريد أن أحرم بهذا الإحرام، الشيخ ما حكم ذلك؟ مأجورين؟ هذا لا ينبغي، لأن هذا يشبه المخيط. الأولى والأحوط لك أن تلف الإزار عليك على الأسفل وأن تثبته بحزام فوقه، فوق الإحرام. نعم. بارك الله فيكم الشيخ. يقول ما الفضل المترتب على قراءة سورة تبارك؟ فأنا أقرأ هذه السورة يوميا في المسجد. ورد أنها تنجي من عذاب القبر وأنها المنجية، فإذا قرأتها بناء على ما ورد من فضلها وتقصد أن الله ينجيك من عذاب القبر، يرجى لك حصول المطلوب بإذن الله. نعم. هذا السائل يقول الشيخ ما حكم من دخل مكة وهو بغير نية العمرة ثم طاف بالبيت؟ لا بأس بذلك، إذا طاف عند وصوله إلى مكة مجرد طواف وهو لم ينوي حجا ولا عمرة فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول في نيتنا الحج هذه السنة ولدينا الحقيقة أطفال 10 سنوات 11 سنة، هل نذهب بهم معنا إلى الحج؟ نعم، إذا ذهبتم بهم معكم إلى الحج وأحرموا معكم وأدوا النسك معكم فإنه يستحب ذلك ولهم في ذلك الثواب وفي حقهم نافلة، ولكن إذا بلغوا يجب عليهم حجة الإسلام وعمرة الإسلام، فلهم الأجر في ذلك ولكم أيضا الأجر في ذلك لأنكم عنتوهم على فعل هذه الطاعة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو إبراهيم يقول كلف الله الملائكة في أعمال يقومون بها ووظائف، فما هي هذه الوظائف وما المراد بالآية وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين؟ نعم، الملائكة الكرام الله جل وعلا أوكل إليهم أعمالا يقومون بها في السماء والأرض ومع بني آدم، فمنهم الحفظة الذين يلازمون الإنسان ويكتبون عليه ما يصدر منه من طاعة أو معصية، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، هؤلاء هم الحفظة، الملائكة الحفظة، ومعه ملائكة معقبات بين يديه ومن خلف يحفظونه من أمر الله، فالملائكة لهم أعمال متنوعة في هذا الكون وكلها الله إليهم يقومون بها، ومنهم الملائكة الحفظة، تعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار يجتمعون في صلاة الفجر ويجتمعون في صلاة العصر. نعم. بالنسبة لي يقول التصديق بالملائكة يا فضيلة الشيخ ما حكمه؟ ركن من أركان الإيمان، فلا يصح إيمان إلا بأركانه استهى، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول في العام الماضي أخذ مني شخص أجرة عن حج خالي وعلمت بأنه أخذ من آخرين فضيلة الشيخ، فهل حجتي مقبولة وما شرط ذلك؟ إذا كان يحج أو يعتمر طلبا للمال هذا ليس له حج ولا عمرة، أما إذا حج مخلصا النية لله وأراد بذلك إيصال ثواب الحج والعمرة إلى غيره فلا بأس بذلك، ويأخذ المال من باب الاستعانة به على أداء الحج والعمرة، أما من قصد أخذ المال فإنه لا يصح منه حج ولا عمره
ولا غير ذلك من الأعمال إذا قصد بها طمع الدنيا. نعم. يقول السائل شيخ أبو عبد الله، فسر لنا الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. نعم، اللغو في اليمين هو الذي لا يقصد عقده، يجري على لسانه ولكنه لم يقصد عقد اليمين، هذا لغو بمعنى أنه لا ينعقد وليس فيه إثم على صاحبه. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، مثل قول الرجل لا والله وبلا والله في عرض حديثه وهو لا يقصد عقد اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، في الآية الأخرى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. نعم. له فقرة أخرى عن آية أخرى في قوله تبارك وتعالى، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. نعم، هؤلاء جماعة من الأعراب قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم ونادوه من وراء الحجرات ورفعوا أصواتهم، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، ثم قال والله غفور رحيم، قد غفر لهم ما وقع منهم من الخطأ. وهؤلاء الأعراب من جهلهم قالوا آمنا، ادعوا لأنفسهم مرتبة من الإيمان لم يصلوا إليها، لأنهم إنما أسلموا فقط، قولوا أسلمنا. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الإسلام أوسع من الإيمان، الدين ثلاث مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان، أعلاها مرتبة الإحسان. نعم. أحسن الله إليكم. هذه أم مرام تقول شيخ، ما أعظم سورة في القرآن يرددها المسلم والمسلمة في القراءة؟ سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة تعدل ثلث القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيها فضل عظيم لأنها في صفة الرحمن سبحانه وتعالى. نعم. أذكر يا شيخ بأنها تقرأ أيضا مع سورة الإخلاص سورة الأواخر سورة البقرة. أي نعم، طيب، شيء طيب، أواخر سورة البقرة هو المعوذتان، هذا شيء طيب إذا قرأهما الإنسان في الصباح وفي المساء من باب الورد، هذا شيء طيب. نعم. وبارك فيك. هذا عباس يسأل فضيلة الشيخ من الطائف ويقول، كيف يتحقق التوحيد في الحج وما فضل التوحيد، وحدثونا عن أهمية الإخلاص في العمل في هذا الموضوع. الحج وجميع الأعمال لا تصح إلا بالتوحيد، يشترط في العمل شرطان لصحته، أولا الإخلاص لله عز وجل، لا يكون فيه شرك ولا يكون فيه بدعة، والأمر الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. التوحيد يعني الإخلاص في العقيدة، وأما المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فتعني تجنب البدع والمحدثات. قال صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. أحسن الله إليكم. فواز من الطائف شيخ يسأل بعض الأسئلة المتعلقة بالطهارة، فيقول الماء الطاهر والماء الطهور، ما الفرق بينهما؟ الفقهاء رحمهم الله قسموا الماء إلى ثلاثة أقسام، طاهر هو الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره، وطهور وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والثالث النجس، الماء النجس. وبعض العلماء يقسمه إلى قسمين، يقول الماء طهور أو نجس، طهور أو نجس، يدخل الطاهر في قسم الطهور. نعم. هل للشخص فضيلة الشيخ إذا كان على طهارة أن يصلي بهذا الوضوء عدة فروض؟ نعم، لا بأس بذلك، ولكن تجديد الوضوء لكل صلاة أفضل. نعم. فواز له سؤال عن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أعظمها وأكبر هذه المعجزات؟ أكبر معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم، هذا القرآن أكبر معجزة لهذا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، ومع هذا أنزل الله عليه هذا القرآن الذي أعجز الخلق. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. دل هذا على صدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فالقرآن هو المعجزة الكبرى.
الكبرى والمعجزة الباقية أيضا والمستمرة إلى قيام الساعة، فهو معجزة عظيمة ودائمة وثابتة في كل زمان ومكان. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في أسئلتهم واستفساراتهم في برنامج نور على الدرب. شكرا لفريق العمل من الفنيين والمخرجين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.